اليوم كل أنحاء العالم الإسلامي بيحتفلوا بذكرى ميلاد أشرف الخلق عليه السلام، هو اليوم اللي بيوافق 12 من شهر ربيع الأول. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، خلينا نتكلم عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وضرورة نشر التسامح ونبذ العنف والتطرف، عشان نأكد كمان على أنه المهم هو الإنسان مهما تعددت الشرائع. خليني أرحب بضيفي الكريم اللي مشرفني في الاستوديو، أستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مساء الخير يا فندم، كل عام وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير يا رب. الحقيقة كمان خليني أبدأ مع حضرتك بتغريدة أو منشور كتبه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة المصريين والأمة الإسلامية بمولد النبوي الشريف. سيادة الرئيس قال: في يوم مولد من حرر العقول وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخا حافلا من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد، ليخلد سيرة قائد عظيم ونبي محب كريم. أشرقت الأرض بنوره ونور مولده، فجاء رحمة للعالمين. وختم المنشور بتاعه: كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد سيد خلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة جميلة جدا التعبيرات اللي استخدمها سيادة الرئيس في بداية الكلام، ويمكن كمان تعبير تحرير العقول، تعبير في منتهى الروعة. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو في الحقيقة يعني الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما أوتي المتحدث من بلاغة فهو لن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني الوقت طبعا محصور وكلامنا في الحلقة محصور، فدعينا ان احنا نركز على ملامح مهمة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالمناسبة احنا محتاجينها في مثل هذه الأيام. ويمكن يعني افتتاح السيد الرئيس تغريدته بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تحرير العقول، في الحقيقة ان بالفعل رسالة الإسلام أتت وكان من ضمن الرايات التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها الإسلام، كانت هي راية الحرية. فشوفي يعني كيف حرر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كان صلى الله عليه وسلم هو أول محرر للعقول، وكان أول محرر حتى لفكرة الرق، في تحرير الرق. شوفي كيف عالج الإسلام وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم حتى موضوع الرق. وفي الحقيقة الكلام ده بيتطابق مع حاجة مهمة جدا احنا لازم كلنا نقف عندها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ان احنا دلوقتي عدد المسلمين في العالم بيصل الى حوالي 1,700,000,000 نسمة على مستوى العالم. والعدد ده بيخلينا نسأل سؤال: هو العدد ده كله دخل الإسلام هل بان احنا نقف نديله خطب وعظية ونوعظ فيه ونقول له اعمل كذا وسوي كذا؟ في الحقيقة لو احنا عملنا مقارنة بسيطة جدا هنجد ان اكتر من 95% ممن دخلوا الإسلام سواء في الماضي او في الحاضر او حتى الآن او حتى في المستقبل، ستجدي انه سيدخل الإسلام للأداب وللمعاملات وللأخلاق التي رأوها في المسلمين. ستجد أن النموذج التاجر الذي انتشر في دول جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا مثلا، التاجر الصدوق الأمين الذي أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستستغربي أن حتى البوذيين الذين لم يؤمنوا بالإسلام كانوا يتشبهون بنفس العادات، باللبس اللي كانوا بيرتدوه التجار اللي كانوا في اليمن، بالشكل اللي هم كانوا بيعملوه، بالصدق. أنا هقول لحضرتك على مبادرة بسيطة جدا لو احنا بدأنا بيها في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرنا أين نحن من رسول الله. أكيد إن احنا معظمنا دلوقتي عنده عربيات، واحنا أكتر حاجة بنشتكي منها الشارع والمرور والسلوك اللي موجودة في الشارع. أنا بدعو في مبادرة من الأسرة إن كل أب ياخد ولاده في يوم أجازة أو في أي يوم، ومن اللحظة اللي هو يبدأ فيها يركب السيارة بتاعته وياخد ولاده معاه في السيارة لحد المكان اللي هو يروحه، سواء كان مسجد أو مكان هو هيفسحهم فيه أو هيروح حفلة صوت وضوء حتى يتفرجوا على الصوت والضوء، يشوف هل هو سلوكه هو ماشي في الطريق، هل لما حد يكسر عليه في الطريق هو يتعامل كما كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع من يضايقه صلى الله عليه وسلم. شوفي الرجل اليهودي يمسك النبي من مجمع ثيابه ويقول له: يا بني عبد، أنتم قوم مطلم في أداء الحقوق، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ويقول لسيدنا عمر: يا عمر، انصح اليهودي بحسن المطالبة وانصحني بحسن الأداء، أعطي اليهودي حقه وحق ما روعته.
لما يجي وانت ماشي في الطريق هترمي الزبالة في الطريق، اللي هي ولادك هتشوف تطبيق عملي اللي انت بتعمله في الطريق. اسأل نفسك كيف كان سلوك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنظافة، كيف كان في بعض العلماء كانوا يشبهون اللي هو بيمشي جنبك بالسيارة ان له حكم زي حكم الجار، ان هو زيه بالظبط بياخد حقوق زي حقوق الجوار، خصوصا ان ممكن الاشاره تقفل ونقعد جنب بعض في الاشاره ربع ساعه و10 دقائق، فهو ياخد نفس الحقوق بتاعت الجوار في عدم الإزاء، في عدم علو الصوت، في مساله ان هو له حقوق عليا على اللي هو بيجاوره بالعربيه، ان هو ان انا ما اكسرش عليه، ان انا لو حتى هو تحامل عليا شويه ان انا يبقى فيه نوع من انواع الصبر احتمال. ففكره النموذج العملي والإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها أمور عملية، أمور تتعلق كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الآخر. كيف شوفي حضرتك لما يأتي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل يهودي يسرق شوال دقيق من المسلمين المنافقين، يسرقون شوال دقيق من بيت المال، فيذهبون ويضعون أثر الشوال ظهر في الطريق، فضعونه أمام بيت واحد يهودي. شوفي ماذا تحدث القرآن عن اليهود، ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، العهود التي نقضوها مع الرسول، فضعونا شوال الدقيق عند بيت الرجل، فيذهب الرجل مشتكيا فيأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن في 5 آيات في سورة النساء مبرئا الرجل اليهودي ويوضح من الذي ارتكب هذه الجريمة، وأنهم كانوا مسلمون ولكن كانوا منافقين. شوفي أي حق للمواطنة وللحفاظ على حق الآخر كما فعل صلى الله عليه وسلم، احترام حرية الدين، يعني هو هنا الآخر احترمه رغم أنه مخالف، يعني هو مختلف معي في ديني، صحيح، ومع ذلك هو احترمه وأظهر الحق وأعلاه، صحيح، حتى على من اتبع شوفي الإسلام. شوفي حضرتك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، فيهودي ادعى أخذ درع الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وذهب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إلى القاضي، الرجل ذهب إلى القاضي يطلب الدرع من الرجل اليهودي، فسيدنا الإمام علي طلب منه القاضي ما مين الشاهد عندك، فقال له ابني، ابنه ده سيدنا الحسن ابن علي ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. فالقاضي قال له ولا ينفع شهادة ابنك ولا ينفع شهادة خدمه وكان ده أول إقرار لمبدأ البينة على من ادعى، اللي هو بيدعي أمر يجيب البينة بتاعته. فما أخدش بالحكم وقضى بالدرع لليهودي. فالرجل اليهودي وهو ينظر إلى هذا الموقف قال دين يسوي بين الحاكم أمير المؤمنين وبين الرعية، لهو دين أولى بالاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احنا بنعمل العكس دلوقتي تماما، صحيح، يعني احنا بنركز، احنا بقينا نركز على التدين الشكلي، على التدين المظهري، نقعد طول الوقت نتكلم على الأمانة، وأول ما يبقى فيه أي علاقة بيننا وبين الآخر في معاملة مالية ما يبقاش فيه أمانة، نقعد طول، عشان كده الكلام ما بيوصلش، عشان كده الرسالة لا تصل، الدعوة الإسلامية والرسالة الإسلامية أبت إلا أن تكون لله، إلا أن تكون لوجه المولى سبحانه وتعالى، ما كانتش أبدا عشان خاطر حد يجي يتكسب منها. وفكرة تسويق، وهذا دفاعا عن رسول الله وهذا دفاعا عن الإسلام، فكرة تسويق النموذج الذي يجمع أن هناك سلطة دينية تجمع بين سلطة سياسية كما فعلت الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى، وعلى الشاهد كانت الكنيسة المصرية في موقف مغاير لهذا الموقف من الكنيسة في أوروبا التي كانت تجمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، هذا لم يحدث أبدا في تاريخ الإسلام إلا وأتى بالمصائب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخلاق، فكانت رسالته رسالة أخلاق، فكانت رسالته رسالة تسامي، ولا يمكن أبدا أن يتخذ هذا الدين وهذه الرسالة السامية لتكون مطية للوصول إلى أمور سياسية وفقط، زي ما بنشوف طبعا في جماعة الإخوان وغيرها. طيب أنا عايزة بقى أخذ من كلام حضرتك، قلت جملة في منتهى الأهمية، وأعتقد أن دي لب مشكلتنا حاليا،
الاهتمام بالدين بشكل ظاهري، الاهتمام بظواهر الأمور. صحيح. ده مش بس كده، التركيز والانشغال بتوافه الأمور. صحيح. يعني تلاقي مثلا ناس منشغلة ويعني واخدة مستنزفة وقتها وطاقتها ووقت عملها ووقت إنجازها ووقت المفروض يقعدوا واشتغلوا فيه ويقدموا البلد ووطنهم، ويتكلموا في أمور ضيقة وتافهة وسطحية ويعني ولا تفيد إلا يعني إنها بتضر. ده سببه ايه؟ ده حضرتك راجع لايه من وجهة نظرك؟ هو راجع لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني ان هناك عيب في التعليم. انا هقول لحضرتك على مثال بيوضح كلام حضرتك ده. حضرتك احنا كل موسم في مثلا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاقي فريق يقول لك ده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وفريق يقول لك ده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم والردود كثيرة، والعلماء منذ القرن الأول ردوا على هذا، وكل سنة نرد. يجي شم النسيم، تلاقي ناس الاحتفال بشم النسيم حرام. لا، ومسألة كمان تحرم الأعياد المسيحيين والمعايدة عن المسيحيين حرام، والسلام عليهم حرام. لا، أشياء غريبة. بص حضرتك، لا أنا لا أنظر هنا لفكرة الفتوى بس. أنا بنظر لحاجة تانية كمان، إن هو يتكرر في كل مناسبة. يعني العقل بيقول ان احنا من المفروض ان احنا لما يطلع امر، وتطلع مثلا مؤسسه زي مؤسسه الازهر او دار الافتاء او وزاره الاوقاف، وتطلع تقول ان الراي الشرعي كذا وان الدليل عليه كذا، وخلاص وانتهينا من الحديث. المفروض انه خلاص يعني يقطع الجدل في هذا الامر. نقوم نيجي السنه الجايه كمان ونقول نفس الكلام في نفس التوقيت، يجي احتفالات مثلا الاخوه الاقباط، نقول نفس الكلام ونعيد في نفس التوقيت. ده للاسف الشديد له علاقه بالتعليم. له علاقه بتعليم الفرد. من المفروض ان التعليم امر تراكمي، مفروض ان انا النهارده بتعلم معلومه جديده غير المعلومه اللي انا كنت بعرفها. بس عايز اقول انما نقف في نفس المسافه. بس انا بعتذر، انا بعتذر لما اقطع حضرتك، بس خليني اتدخل معاك في نقطه واحده. فضل. لو حضرتك تستحملني. لا اتفضل. في ممكن نرجع الامر ده في بعض المواقف وفي بعض الامور لبعض الشيوخ محسوبين على المؤسسات الدينيه الرسميه في الدوله المعترف بيها، وزاره الاوقاف، الازهر، الى اخره. انا ما اعرفش يعني، مش هحدد واقع بعينها، لكن في بعض الشيوخ في بعض الزوايا وفي بعض القرى وفي بعض الاماكن هم اللي بيقولوا، بيعيدوا الكلام ده بالصوره المغلوطه بتاعته. صح. يقول له ما تسلمش على ما تعيدش على المسيح لانه حرام. فيرجع الشخص ده للاسف هو بيتلخبط. انا سمعت، انا سمعت الازهر، بس للاسف هو بيصدق شيخ الزاويه بتاعته. هقول لحضرتك، بيصدقوا اكتر. هقول لحضرتك، انا مع حضرتك تمام، بس لازم بانصاف نتكلم الكلام ده قبل. وانا اعتقد يعني وادعي ان انا متابع لهذا الشان بشكل كبير. هو كان الكلام ده يمكن قبل 30 يونيو كان اكثر بكثير. يعني انا في مره في احد الزيارات لمدينه العريش قبل 30 يونيو كنت قاعد مع بنت في ثالثه اعدادي في قبطية، فكانت بتشتكي لي من ان هو شيخ الجامع اللي جنبهم بيطلع يكفرهم، ان هو وهو بيتكلم في الميكروفون. الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي. لكن لازم نعترف ان احنا كان في تقصير خلى بعض المنتسبين الذي ليس لهم علاقة بالدعوة، هما في الحقيقة مجموعة تنظيمات سياسية كانوا مشتغلين، يبدأوا يجمعوا التبرعات في الجوامع وتلاقيهم قدام الناس في الصفوف الأولانية. يبدأ مش عارف ايه، يجي ياخد مكان الشيخ اللي هو من المفروض. يبدأوا يسيروا، لا ده الشيخ اللي تبع الحكومة دوت، ما تسمعوش الكلام بتاعه، اسمعوا الكلام بتاعهم هم، عشان هم الكلام بتاعهم اللي صحيح. يبدأ يتكلم على مؤسسة زي مؤسسة الأزهر الشريف بشيء من الإشاعات، ده أصل دول أشعاع، أصل اللي بيروحوا في المساجد اللي فيها أضرحة دول قبوريين. فيبدأوا يعملوا ايه؟ حالة بين الناس وبين يعزل الناس وبين المؤسسات، بين المؤسسات اللي هي من المفروض. والمناسبة المؤسسات دي شغلتها ايه؟ لازم نفرق بين امر مهم جدا. المؤسسات دي شغلتها انتاج العلم الديني. هي شغلتها انها تطلع العلم الديني بناء على المستجدات والنوازل اللي بتمر بالناس بطريقة عصرية تمشي مع حال الناس. فهو يقوم جاي يسدد ودانه ويتعامل مع الناس ايه بألف سنة، يرجع بيهم في قراءة النصوص لألف سنة. يرجع وفي الاخر حضرتك كمتابعه تقولي ما هو ده شيخ جامع. حضرتك كمتابعه تقولي ما هو هو ليس شيخ بالمناسبه، وليس شيخ في جامع، ولا الكلام ده كله. وهذا الامر بدا الانتباه اليه في الفتره الاخيره بامانه شديده، وبشكل لما في الفتره الاخيره برضو حصل مثلا مشكله في العريش، او حضرتك مثلا تسمعي بعض الاخوه الاقباط، لا الامر اختلف. الامر بقى فيه مراعاه لهذه الحاله، مراعاه لهذا الحال.
طيب الاشكاليه الثانيه المهمه جدا اللي انا بقول لحضرتك عليها ان هناك حضورا طاغيا على الانترنت للمحتوى الرقمي الديني المتطرف. لدرجه ان انا وحضرتك لما نختلف مع بعض وانا اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته قصد كذا مثلا للتيسير على الناس, يبدا الشاب او الطفل او البنت او الرجل او المراه يبحث على الانترنت, هيلاقي المحتوى الديني اللي بيقوله فضيله الشيخ احمد الطيب واللي بيقوله المفتي واللي بيقوله وزير الاوقاف ولا اللي بيقوله المتطرفين وبيقوله ابو بكر البغدادي وبيقوله دول في الحقيقه هيلاقي الاثنين. لا بس هيلاقي الاكثر حضورا اللي معمول له تسويق على الانترنت, اللي معمول له عدد صفحات اكبر, اللي معمول له محتوى رقمي. وحتى لو مش اكبر ما هي دي مصيبه ان هو موجود اصلا. اصل انت عارف حضرتك انا هقول لك مثال بسيط جدا. في ايام ما حصلت الحادثه بتاعه كنيسه البطرسيه, في حادثة كنيسة البطرسية في حادث إسلامي مهم جدا حصل, إن كان بطرس باشا غالي الشهيد بطرس باشا غالي رئيس الوزراء, وكان أمير الشعراء أحمد شوقي ما راحش لحق الجنازة, فألف قصيدة وطنية مهمة جدا بتؤسس للحياة الوطنية المصرية, كان عنوانها مطلحة قبر الوزير. أنا عارف إن الوقت ده يعني وأنا المهم لما حضرتك كنت تبحث على الإنترنت في وقت تكتبي كنيسة البطرسية يطلع الموقف الوطني بتاع احمد شوقي امير الشعراء ولا يطلع الادله الباهره لحرق كنائس القاهره؟ للاسف كان بيطلع كل الادله الباهره لحرق كنائس القاهره. وده علم التسويق الالكتروني. وانا بقول لحضرتك ده النهارده انا اهم من بنى الجامع والله. واهم نفس الاهميه لبنى الجامع وبنى المدرسه. لا اهم, لان احنا عندنا مساجد كثيره الحقيقه, ان يبقى في شركه وديننا بيقول لنا انه حتى لو ما صليتش في المسجد انا اقدر اصلي في مسجد في بيتي واقدر اصلي في عملي واقدر اصلي في اي مكان. يبقى في شركه للتسويق الالكتروني للمحتوى الديني مش على مستوى الوطن وعلى خارج الوطن, بحيث ان انا لما ابحث عن معلومه تتعلق بالاسلام انا مش هروح اسال الشيخ اللي موجود في الجامع. دي القضيه اللي حضرتك بتقولها دي, ده يعني واحده من اخطر القضايا جداً. اللي لازم يعني مؤسسات الدوله كلها تخدم عليها, التعليم ومركز المعلومات والاتصالات وهيئه الاستعلامات والشباب كله الدوله كلها الحقيقه. بص حضرتك الرئيس لما صحيح. تناول الرئيس في خطابه امبارح لا في احتفال المولد النبوي قال كده, قال ان مسؤوليه التجديد ومسؤوليه تجديد الفكر على الجميع. صحيح صحيح. فهذا مجهود وهم بيملكوا امكانيات طائله ومبالغ كبيره بصرف. احنا نملك ايه؟ احنا نملك ايه؟ نملك صدق القضيه واخلاصنا, ونملك ايضا ان هذه البلد الله سبحانه وتعالى جعلها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قبله العقل الاسلامي. وبالتالي في كل احنا لدينا الدافع الاكبر ان احنا صحيح. نحمي الدين من محاولات الاساءه لينا. بشكرك جزيلا استاذ عبد الغني هندي, عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. شكرا جزيلا لحضرتك ووجودك معانا, وكل عام وحضرتك بالف خير. وبشكر حضرتك بالف خير, وبشكر حضراتكم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام. الى اللقاء.